بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي العربي الكريم وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر المحجلين، وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين. في اللقاء السابق مع أبي سليمان الخطابي كنا تناولنا الحديث عن المعارضات الشعرية، ومع أن هذا الكتاب كتاب في إعجاز القرآن الكريم إلا أنه يربط هذه القضية بقضية الشعر الجاهلي، لأن إعجاز القرآن الكريم لا يظهر إلا من خلال الشعر الجاهلي، لأن الشعر الجاهلي هو ذروة سنام العربية، ذروة سنام اللغة العربية، ذروة سنام العربية. وإذا كان الشعر الجاهلي في ذروة سنام العربية، فمعنى ذلك أن القرآن الكريم حين يتفوق عليه وحين يأتي بالكلام الذي ليس فوقه في كلام العرب كلام، وهو كلام أهل الجاهلية، فهذا معناه أن القرآن الكريم تفوق على كلام العرب وأعجز العرب وأعجز العرب. والذين يحاولون أن يهدموا الشعر الجاهلي يحاولون أن يهدموا إعجاز القرآن الكريم، لأن هذا هو الدليل على أن القرآن الكريم أعجزهم. فالذي يحاول دائماً أن ينال من الشعر الجاهلي وأن يصفه بالسذاجة وأن يصفه بالسطحية وأن يصفه بأشياء بعدم التماسك وأن يصفه بعدم الوحدة العضوية أو عدم الوحدة الموضوعية أو عدم الوحدة الفنية أو ما شابه ذلك من أسماء ليس وراءها كبير معنى، ليس وراءها كبير معنى، الذي يحاول ذلك إنما يحاول أن ينال من مسألة إعجاز القرآن الكريم. والهجوم على الشعر الجاهلي في الحقيقة وراءه الهجوم على القرآن الكريم، وراءه الهجوم يطوي وراءه ومن خلفه من حجب، من وراء حجب يطوي الهجوم على القرآن الكريم، لأن العرب في الجاهلية كانت لهم معلقات علقوها في جوف الكعبة، هذه المعلقات تدل على أن هذه الأمة برعت في البيان، أمة بيان، أمة بلاغة، أمة فصاحة. طيب، وإذا كانت هذه الأمة برعت في البلاغة وبرعت في الفصاحة، القرآن فيما تحداها؟ تحداها في البلاغة والفصاحة، تحداها في البلاغة والإيه؟ والفصاحة. من العجيب أن الخطابي فتح هذا الباب وهو يتحدث في إعجاز القرآن الكريم، فتح باب النقد الأدبي من أوسع أبوابه، وتكلم عن مسألة من أهم مسائل الأدب ومسائل النقد. ربما لا تجد هذا العطاء الذي ذكره الخطابي في كثير من كتب الأدب، ربما لا تجده في كثير من كتب النقد الأدبي، تمام؟ ولذلك كتب إعجاز القرآن الكريم وبخاصة كتاب الخطابي وكتاب الرماني وكتاب الباقلاني، هذه الكتب الثلاثة هذه الكتب الثلاثة المتميزة في تراثنا العربي عن إعجاز القرآن الكريم، يجد فيها الدارس أبواباً مهمة وفصولاً مهمة في النقد الأدبي، وفصولاً مهمة فين؟ وفي نقد الشعر وفي معرفة تذوق الشعر، لأن من استطاع أن يتذوق الشعر استطاع أن يتذوق القرآن الكريم، من استطاع أن يتذوق الإيه؟ الشعر استطاع أن يتذوق القرآن الكريم. والذي ليست عنده الذائقة أو الملكة البيانية ليتذوق الشعر تجده دائما ليست عنده ذائقة بيانية ليتذوق القرآن الكريم ويرى بعينيه أسرار إعجاز القرآن الكريم، إنما الطريق واحد، القرآن الكريم بيان معجز، وشعر العرب في الجاهلية هو أعلى شعر، أعلى
مستوى شعري وصل إليه الشعر العربي. فالذي يصرفك عن دراسة الشعر كالذي يصرفك عن معرفة وجه إعجاز القرآن الكريم، وهذا ما أكده الإمام عبد القاهر الجرجاني في مقدمة كتابه دلائل الإعجاز. قال: إن الذي يصرفك عن الشعر وعن تعلم الشعر وعن دراسة الشعر كمن يصرفك عن النظر في القرآن الكريم وعن قراءة القرآن الكريم وعن معرفة إعجاز القرآن الكريم. قضية واضحة جدا عند علمائنا ولا جدال فيها ولا مراء فيها، يربطون دائما بين الشعر وبين إعجاز القرآن الكريم. قلنا إن الخطابي بدأ مسألة المعارضات الشعرية وهو يرد على مسيلم الكذاب فيما ادعاه من أنه أتى بمثل القرآن الكريم حين قال: الفيل ما الفيل وما أدراك ما الفيل، مش عارف إيه، وحين قال: يا ضفدع نقي نقي، وحين قال كذا وكذا وكذا وكذا. فقال له: إن ما صنعته لا يعد معارضة، لا يعد، لا نستطيع أن نقول ولا يستطيع عاقل أن يقول إنك بهذا الكلام السخيف عارضت القرآن الكريم أو أتيت بمثل القرآن الكريم. طيب، ثم جره ذلك إلى الحديث عن المعارضات في صفحات مشرقة من أفضل ما يكتب في النقد الأدبي، من أفضل إيه؟ ها؟ من أفضل ما يكتب في النقد الأدبي. تحدث عن المعارضة وبين الفرق بينها وبين السرقة، الفرق بينها وبين الإيه؟ السرقة، وأثبت أن ما صنعه مسيلمة إنما هو استراق واقتطاع من أسلوب القرآن الكريم، إنما هو إيه؟ ها؟ استراق، سرقة يعني، إنما هو استراق واقتطاع من أسلوب القرآن الكريم، لأنه جاء القرآن يقول: الحاقة ما الحاقة؟ جاء فأخذ نفس النسق وقال: الفيل ما الفيل وما أدراك ما الفيل. هل هذا يعد معارضة؟ أبداً، ده أنت حذوت على حذو القرآن الكريم، إنما استبدلت كلمة بإيه؟ كلمة. والذي يستبدل كلمة بكلمة لا يقال إنه عارض، ولا يقال إنه أتى بكلام جديد في مثل مستوى القرآن الكريم. فبدأ يتكلم عن المعارضات، قال في صفحة 58، قال: وسبيل دي بقى أنا كاتب عليها أصول المعارضات، أصول المعارضات: وسبيل من عارض صاحبه في خطبة أو شعر أن ينشئ له كلاما جديدا، لا يسترق منه، لا يسترق إيه؟ لا يسترق منه أن ينشئ له كلاما إيه؟ أيوة، هذا هو الشرط الأول، أن ينشئ له كلاما جديدا، ويحدث له معنى بديعا فيجاريه في لفظه ويباريه في معناه ليوازن بين الكلامين فيحكم بالفلج، الفلج عن النصر والظفر والتفوق، فيحكم بالفلج لمن أبر منهما على صاحبه، أبر يعني تفوق، لمن أبر منهما على إيه؟ طبعا أنا لو عشت عمرا طويلا لا أستطيع أن أقول لمن أبر منهما على صاحبه، لكن يقولها هذا الخطابي المحدث من علماء الحديث. ولذلك ترى أن انقطاعنا عن هذه السعة في تراثنا عزلتنا وجعلتنا نعيش في جزر معزولة. المحدث لا يكون أديبا، والفقيه لا يكون محدثا، والأصولي لا يكون أديبا، وهكذا جرت المقادير بأهلها، وهكذا إيه؟ جرت المقادير بأهلها. فلا ريب أن العلم عند هذه الطبقة المتميزة من علمائنا كان علما موسوعيا، كان علما، لأنهم كانوا يؤمنون أن علوم الإسلام كلها شبكة واحدة ونسيج واحد، خذ البعة على بعضه، شبكة إيه؟
واحدة ونسيج. أيوة، خد البيعة على بعضها، خد البيعة على بعضها. إنما أنت تبحث في البلاغة ولا تفهم النحو، وصل الحال إلى هذا، أو تبحث في النحو ولا علاقة لك بالبلاغة، وصل الحال إلى هذا، أو تبحث في اللغة العربية ولا تفهم في الفقه ولا علاقة، وصل الحال إلى هذا، وهكذا. هذا تبتير وتقطيع للعلوم، تبتير وتقطيع للإيه؟ للعلوم. طيب، قال: فيحكم بالفلج لمن أبر منهما على صاحبه. ولذلك أنا قلت في إحدى اللقاءات السابقة ولا أزل وسأكررها وسأظل أكررها، أن أسلوب الخطابي يحتاج إلى دراسة بلاغية. ممكن تعمل منه رسالة علمية في تحليل أسلوب الخطابي في رسالته بيان إعجاز القرآن الكريم. الرسالة لا تتجاوز 90 صفحة، ولكن أسلوب الرجل أسلوب عالي جدا، وربما لا تجد فيه تراكيبا، تجد فيه من التراكيب وتجد فيه من الأساليب العالية ما لا تجده عند غير من الأدباء. فيحكم بالفلج لمن أبر منهما على صاحبه، وليس، أي ليست المعارضة، وليست الإيه؟ المعارضة، بأن يتحيف من أطراف كلام خصمه. بأن إيه؟ يتحيف، يعني يحيف، يجور، يسترق، يقتطع، بأن يتحيف من أطراف كلام خصمه فينسف منه، يعني يقتطع، ثم يبدل كلمة مكان كلمة، فيصل بعضه ببعض وصل ترقيع وتلفيق. السلام، السلام على هذه العبارة، وصل ترقيع وإيه؟ يعني ما صنعه مسيلمة إنما كان ترقيع، كان ترقيعا، وكان إيه؟ تلفيقا، وكان سرقة، وكان تحيفا، ولا يصح أن يسمى أنه معارضة أو أنه عارض القرآن الكريم أو أتى بمثل. طيب، ثم يزعم أنه قد واقفه موقف المعارضين، يعني بعدما يسترق منه يزعم أنه إيه؟ واقفه موقف المعارضين، وإنما المعارضة على أحد وجوه. بدأ الحديث عن المعارضة، وإنما المعارضة على إيه؟ يا مولانا، ده أنت تتكلم في إعجاز القرآن الكريم، ما دخل المعارضة في الشعر والخطب والنثر بإعجاز القرآن الكريم؟ لا يا سيدنا، هو يقول لك القضية واحدة. القضية إيه؟ القضية واحدة، القضية أن من أنك إذا لم تفهم الشعر لن تفهم القرآن الكريم، إذا لم تفهم أسرار الشعر لن تفهم أسرار القرآن الكريم. إذا كانت عندك ذائقة تستطعم بها الكلام وتتذوق بها الكلام، وتعرف الجيد والأجود والرديء، وتعرف مقادير الكلام، استطعت أن تقف على إعجاز القرآن الكريم. أما إذا كنت عاجزا عن ذلك فإنما أنت مقلد، فإنما أنت إيه؟ أيوة، فإنما أنت مقلد. والإمام الشافعي قديما كان يقول: التقليد ذل. التقليد إيه؟ كان يقول: التقليد ذل. وكان الزمخشري يقول: المقلد كالعنزة الجرباء تحت المطر البليل. كالعنزة الإيه؟ الجرباء تحت المطر البليل، يعني صورة بشعة، كالعنزة الجرباء تحت المطر الإيه؟ الآيوة. فلذلك لا تكن مقلدا، أثبت وجودك. وأنا أقول للباحث ولكل من يتعرض للعلم، هذه عبارات علمائنا، وهذه عبارات الأساتذة الكبار الذين أسسوا هذه العلوم، يقول لك: لا تكن مقلدا، لا تعش ذليلا. كتابك كن أنت في كتابك، رسالتك كن أنت في رسالتك، بحثك كن أنت في بحثك، تكتب شيئا كن أنت في هذا الذي تكتبه. أما أن تعيش في جلباب غيرك، وأن تعيش أن تكون صورة ممسوخة من غيرك، فهذا ليس من منهج علمائنا، ليس من منهج علمائنا، ليس من منهج إيه؟ علمائنا. ولذلك
كانت هناك كلمة نبيلة لأبي بكر الصولي في كتاب الأوراق، ولا زلت أحفظها منذ زمن طويل. كان يقول: إذا رأيت الكاتب، إذا رأيت الإيه؟ الكاتب، وليس له فضل من عقله فاترك. عبارة تكتب بماء الذهب، يقول إيه؟ ها؟ إذا رأيت الكاتب وليس له فضل من عقله فاترك، لا تتعب نفسك ولا تضيع وقتك، ابحث عن صاحب الفكر، ابحث دائما، ابحث عن صاحب الايه، عن صاحب فكر، عن من له كلام يؤخذ عنه، ولا تشغل نفسك بمن ليس عنده شيء يؤخذ عنه، بمن هو كالببغاء يردد كلام غيره، وإنما اشغل نفسك دائما بمن له فكر يؤخذ عنه، بمن له فكر ايه يؤخذ عنه. كلمة نبيلة جدا. أي هو أبو بكر الصولي في كتاب الأوراق قال: إذا رأيت الكاتب وليس له فضل من عقله فاتركه. فإيه؟ فاتركه. أيوة. حتى تشتغل الساحة العلمية والساحة الفكرية والساحة الثقافية بأصحاب الفكر، ولا تشتغل بأصحاب الثرثرة، ولا تشتغل بالمدلسين. أيوة. ولا تشتغل بالإيه؟ بالمدلسين، وبكلام من هب ودب، وما أكثر من دب، بكلام من هب وإيه؟ ودب، وما أكثر من دب. الأصل إن الحقل العلمي الاشتغال فيه يكون بالفكر، بمن عنده فكر، أما من ليس عنده فكر فليس أهلا لأن يكون من أهل العلم، فليس أهلا لأن يكون من إيه؟ من أهل العلم، إنما هو يضيع وقت طلاب العلم، يضيع إيه؟ وقت طلاب العلم. نعم. طيب، يقول: وإنما المعارضة على أحد وجوه. ثم يبدأ الوجه الأول، يبدأ بذكر الإيه؟ إحنا الآن انتقلنا إلى درس في النقد الأدبي، ونحن ندرس إعجاز القرآن الكريم، نحن ندرس كتاب في إعجاز القرآن الكريم، انتقلنا إلى درس في مادة الإيه؟ يا مولانا، هو أنت هتحط لي في كلية أصول الدين نقد أدبي، هتحط لي في كلية الشريعة نقد أدبي، هتحط لي في كلية كذا نقد أدبي، أقول لك ما هو لأن الهدف واحد، لأن الغاية واحدة، معرفة كل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، كل ما لا نفهم القرآن الكريم إلا به فهو واجب. أنت لا تستطيع أن تتذوق، أن تعرف الفرق بين والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، وبين تشبيهات العرب للقمر للهلال وهي تزيد على 90 تشبيها. يعني الصفدي في كتابه المتميز جدا الغيث المسجم في شرح لامية العجم، الغيث المسجم في شرح لامية الايه، وده كتاب مهم جدا للصفدي، ينبغي أنكم تراجعوه وتقفوا عليه. للصفدي، أيوه للصفدي، اسمه الغيث المسجم في شرح لامية العجم. احنا عندنا لامية العرب ولامية العجم. لامية العرب: الشنفرة، أقيموا بني أمي صدور مطيكم فإني إلى قوم سواكم لأميل، إلى آخره. لامية العجم دي ألفها أو أنشأها الطغرائي، الشاعر الطغرائي. معارضة عارض بها لامية العرب، عارض بها لامية الإيه؟ عارض بها لامية العرب. نعم. الصفدي وهو يشرح لامية العجم يقول: وقد وقفت في تشبيهات العرب للهلال على أكثر من 90 تشبيها، على أكثر إيه؟
من 90 تشبيها، ولكنها في وادي، وفوق ذلك كله قوله تعالى: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. يا سيدنا، لن تستطيع أنت أن يكون لك دخل في هذا الباب إلا إذا عرفت فضل والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، على فضل تشبيههم الهلال بالمنجل. ها؟ أيوة. يا ويحهم، قد شبهوك بمنجل، ماذا حصدت؟ أتحصد الأيام؟ ها؟ يا ويحهم، الشاعر الذي يقول: يا ويحهم قد شبهوك بإيه؟ بمنجل، ماذا حصدت؟ أتحصد الأيام؟ والآخر الذي شبه الهلال بحافر الفرس، بحافر الإيه؟ بحافر الفرس، والذي شبهه أيضا بتاج الملك، والذي شبهه بالحاجب، والذي شبهه بقلامة الظفر، إلى آخره. تشبيهات غزيرة جدا للعرب للهلال، تفوق عليها حين جاء قوله تعالى: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. نسفها نسفا، نسفها نسفا، وطغى عليها مقتدرا، وطغى عليها إيه؟ وطغى عليها مقتدرا. يقول عن الوجه الأول: منها أن يتبارى الرجلان في شعر، يعني هذا شاعر وهذا شاعر، يقولان في معنى واحد ويتباريان فيه، أو خطبة، يعني يتبارى خطيب مع خطيب في معنى من المعاني أو موضوع من الموضوعات، أو محاورة، فيأتي كل واحد منهما يسرق كلام التاني؟ لا، فيأتي بأمر محدث من وصف ما تنازعا، بأمر إيه؟ يجيب صياغة جديدة ويأتي بمعنى جديد، بهذا يكون قد عارضه، إنما يأتي إلى معناه فيسرقه، ويأتي إلى صياغته فيسرقها، يبقى هذه سرقة وليست إيه؟ وليست معارضة، هذه سرقة وليست معارضة. أيوة. فيأتي كل واحد منهما بأمر محدث من وصف ما تنازعاه، وبيان ما تباريا فيه، يوازي بذلك صاحبه أو يزيد عليه، يوازيه أو إيه؟ أو يزيد عليه، فيفصل الحكم عند ذلك بينهما. الحكم اللي هو بقى يعني، ولاحظ كلمة الحكم دي، أنه جعل من يفصل بين الشاعرين ويبين فضل أحدهما على الآخر حكم، كأننا في محكمة، كأننا فين؟ قاضي، جعله قاضيا، جعله إيه؟ ولذلك تعجب حينما ترى مثلا القاضي كتاب إعجاز القرآن الكريم للقاضي العربي، للقاضي أبو بكر الباقلاني. أبو بكر الباقلاني فقيه، ووصل في الفقه إلى درجة القضاء، ولذلك اسمه القاضي أبو بكر ابن الطيب الباقلاني. أبو بكر إيه؟ ابن الطيب الباقلاني، وصل في الفقه إلى الدرجة العليا، وهو أن يقضي بين الناس، قاضي. هذا القاضي الذي يقضي بين الناس يقضي أيضاً بين الشعر، ويقضي أيضاً في معرفة الفاضل والمفضول من الكلام، في معرفة الفاضل والمفضول من الإيه؟ من الكلام. الآن أصبح القاضي عندنا لا علاقة له بالشعر، وأصبح الفقيه لا علاقة له بالإيه؟ وأصبح من يدرس الشعر لا علاقة له بالإيه؟ بالفقه. تمام؟ يعني الأمور أيوة تمام كده. فيفصل الحكم عند ذلك بينهما بما يوجبه النظر من التساوي والتفاضل،
نحو سيضرب مثالا، يبقى هو أتى بالأصل الوجه الأول، أن رجلان شاعران أو خطيبان يتكلم كل منهما في معنى، فينشئ الآخر له معنى جديدا وأسلوبا جديدا يباريه به وينافسه، فيأتي القاضي الحكم العدل ليفصل بينهم. هذا هو الوجه الأول من وجوه الإيه؟ المعارضة. الوجه الأول من وجوه، سيضرب مثالا لذلك، يقول نحو ما تنازعه امرؤ القيس وعلقمة ابن عبدة من وصف الفرس. امرؤ القيس وعلقمة شاعران جاهليان من شعراء الجاهلية. امرؤ القيس أمير الشعراء، أمير إيه؟ صاحب المعلقة الأولى، صاحب المعلقة أيوة رقم واحد في الشعر الجاهلي، امرؤ الإيه؟ القيس، ورقم واحد في الشعراء العرب، تمام؟ طيب هو وعلقمة الفحل تنازعا في وصف الفرس، تنازعا في وصف الإيه؟ الفرس، وصف سرعة الفرس وهو يجري وراء الطريدة، وهو يجري وراء الإيه؟ الطريدة الصيد يعني، وهو يجري وراء الإيه؟ الطريدة. فيقول نحو ما تنازعه امرؤ القيس وعلقمة ابن عبدة من وصف الفرس في قصيدتيهما المشهورتين. فافتتح امرؤ القيس قصيدته بقوله خليلي مر بي على أم جندبي. خليلي إيه؟ دي مطلع قصيدة امرئ القيس. خليلي مر بي على أم جندبي نقضي لبانات الفؤاد المعذب. تمام؟ طيب أم جندب هي امرأة زوجة امرئ القيس، زوجة إيه؟ يقول مر بي على زوجتي نقضي لبانات الفؤاد، نقضي لبانات الإيه؟ الفؤاد المعذب. قال فلما صار إلى ذكر الفرس وسرعة ركضه، اللي هو موضوع المباراة، موضوع المنافسة بين الشاعرين، لما وصل إلى ذكر الفرس وسرعة ركضه، الركض الجلد وسرعة إيه؟ وراء الطريدة. قال فللزجر ألهوب، يعني حين يزجر الفرس ليسرع في الجري وراء الطريدة كأنه ألهب ظهره، كأنه إيه؟ يعني هو فللزجر ألهوب، يعني أنه حين يزجر الفرس بصوته ويعنفه ليجري كأنه ضربه بالصوت. فمعنى هذا أنه فرس يستجيب لمجرد الكلمة، فيستدر ما عنده من السرعة. فللزجر إيه؟ ألهوب. وللساق درة، يعني حينما يحرك رجله وهو فوق الفرس ليسرع الفرس يستدر جري الفرس. فللزجر ألهوب وللساق إيه؟ درة، يعني فرسه مطيع، حينما يزجره يسرع، حينما يحرك ساقيه وهو فوق ظهره يسرع، تمام؟ وللصوت، الصوت الضرب بالصوت، الضرب بالعصب، وللصوت منه وقع أهوج منعبي، يعني حينما يضربه بالصوت، يضربه بالعصا، فكأنه يصيح الفرس، يصيح ويجري ويركم المنعب من النعيب، وهو علو الصوت بالصياح، علو الصوت بالإيه؟ أيوه. يبقى حينما يضربه يصيح الفرس ويجري بسرعة شديدة جدا، يبقى هو استعان على سرعة الفرس بسلاسة إيه؟ أشياء، بصوته حينما يزجره، وبساقه حينما يحركها، وبالضرب بالصوت والعصب، تمام؟ وابتدأ علقمة قصيدته بقوله ذهبت من الهجران في غير مذهبي. لاحظ أن القافية واحدة، أنهما
يتباريان في قصيدة من وزن واحد ومن قافية واحدة، مع ويتباريان في وصف معنى واحد. فلما صار إلى ذكر الفرس وركضه، طبعا خلف الطريدة وهو يجري وراء الصيد، قال: فعفى على آثارهن بحاصب وغيبة شؤبوب من السد ملهب. يقول إنه وهو يجري بسرعة يعفي، ينثر الحصى ينثره نثرا، ينثره بقدميه حينما يقع على الحصى الصغير يتناثر هذا الحصى من سرعة ثم قال، والبيت الثاني موضع الشاهد، قال: فأدركهن، يعني أدرك الطرائد، أدرك الصيد، فأدركهن ثانيا من عنانه، يعني وهو مرخٍ له العنان، وهو مرخٍ له ليه؟ لم يعنفه ولم يضربه، فأدركهن، يعني من سرعة الفرس، حينما أرخى له الفارس العنان طار وأدرك الطريدة، طار وأدرك الإيه؟ طار وأدرك الطريد، فأدركهن ثانياً من عنانه، يعني هو يثني العنان فقط، العنان اللجام، العنان الفرس، نعم، يمر أي الفرس كمر الرائح المتحلبي، يعني يجري بسرعة الريح، يجري بسرعة الإيه؟ بسرعة السحاب، يمر كالسحاب، يمر كالريح، يمر كالسحاب، كمر الرائح الإيه؟ المتحلبي، يعني السحاب المحمل بالمطر، تمام؟ طيب، قال الخطابي: وكان أي امرؤ القيس وعلقمة قد حكما بينهما امرأة امرئ القيس، هي أم جندب، اللي هي مين؟ أم جندب. فقالت لزوجها، قالت لامرئ القيس: علقمة أشعر منك. مفيش محاباة، لو تحابي لحابت زوجها. علقمة إيه؟ انظر، انظر إلى هذه الأمانة عند العرب، في أمانة البيان، لا يخونون في أمانة البيان، لا يخونون فين؟ أيوة، لا يخونون في أمانة البيان، لا يستطيع أن يسمع كلاما عاليا ثم يقول لا هذا كلام رديء. الأولاني ولا الثاني؟ نعم، الأشعر الثاني على القمة، الأشعر الثاني اللي هو قال: فأدركهن ثانيا من عنانه. أيوة، وستبين لماذا كان أشعر. فقالت لزوجها: علقمة أشعر منك. فقال: وكيف ذلك؟ وكيف ذلك؟ قالت: لأنه وصف الفرس بأنه أدرك الطريدة، يعني أدرك الصيد، من غير أن يجهده أو يكده، من غير إيه؟ أن يجهد فرسه أو يكده، وأنت مريت فرسك، يعني أجهدته، أتعبته، وأنت إيه؟ مريت فرسك، يعني أجهدته إيه؟ وأتعبته، وأنت مريت فرسك بالزجر، يعني بالزجر بصوتك حين قلت فللزجر إيه؟ ألهوب، يعني حينما تزجره بصوتك كأنك ضربته، يبقى مريته بالزجر بصوتك في قولك فللزجر إيه؟ ألهوب. وشدة التحريك، تقصد قوله إيه؟ وللساق درة، لأنك بتحرك ساقك، وحينما تحرك الساق تتعب الفرس، وشدة الإيه؟ التحريك والضرب، والضرب تعني به قوله إيه؟ وللصوت منه وقع أهوج إيه؟ انظر، تزوقت كل كلمة، تزوقت كل كلمة، تزوقت إيه؟ أيوة، كل كلمة، أيوة. فغضب عند ذلك وطلقها، فغضب عند ذلك وإيه؟ السلام. ذوقها البياني كان سببا في طلاقها، ذوقها البياني كان سببا في إيه؟
ولكنها لا تعبأ بذلك، لأنها قالت الحق، قالت ما عندها، قالت إيه؟ أيوه، قالت ما عندها، حتى ولو طلقت، حتى ولو طلقت. أيوه، نعم. يبقى ذوقها العالي للشعر وصدقها في الحكم كان سبباً لطلاقها، كان سبباً لطلاقها. طيب، لاحظ أنه كلنا يعلم فضل امرئ القيس، وكلنا يعلم أن امرأ القيس هو أشعر شعراء الجاهلية وأشعر شعراء العرب، وعلى الرغم من ذلك قد يتفوق عليه غيره، قد يتفوق عليه. ليس معنى أنك أشعر الناس أنك متفوق دائما، لكن أنت في الجملة أشعر، أنت في الجملة إيه؟ أشعر. لكن قد يكون هناك شاعر غيرك تناول شيئا وتفوق عليك، وتفوق إيه؟ يبقى ليس معنى أن أسمع أن هذه القصيدة لامرئ القيس أن أحكم وأنا مغمض العينين أنها أفضل الشعر، لا، ربما يكون في معناها ما هو أفضل منها، وربما يكون في معنى بعض الأبيات ما هو أفضل مما هو عند امرئ القيس، وهذا إنصاف، إنصاف ولفتة يلفتنا إليها الخطابي البارع المتميز الذي يقول لك دائما اجعل القاضي، كن كالقاضي، هدفك وهمك الحكم على القضية وليس الغرور بالأسماء، وليس الغرور بالإيه؟ أيوة، وليس الغرور بالأسماء. لا تغرنك الأسماء المشهرة، ها، لا تغرنك إيه؟ الأسماء المشهرة فتجعلك تحيف عن الحق، فتجعلك إيه؟ أيوة، أنت هدفك الحق، هدفك الإيه؟ انظر، انظر إلى أصل القضية والمعنى والشعر، وإذا هذا إذا أردت أن تكون من الناس، فلا يغرنك أن فلان هو الذي قال كذا، لكن انظر في كلام فلان، انظر في كلام إيه؟ أي انظر في القضية نفسها، ولا تنظر إلى الأسماء، انظر في القضية ولا تنظر إلى ودي وهو الخطابي يرسي بهذا أصلا من الأصول النقدية المهمة جدا، من الأصول النقدية المهمة جدا في النقد الأدبي، بل وفي حياة الإنسان، في حياة الإيه؟ في تعامله مع غيره وفي تقديره لكل ما يدور حوله. لا تخدعنك الأسماء، ها، تاني، لا تخدعنك الإيه؟ أيوة، لا تخدعنك الأسماء، ولا يخدعنك من دلس عليك بطيلسان العلم، ولا يخدعنك من دلس عليك بطيلسان أنه كذا وكذا وكذا، ولكن انظر إلى الموضوع، انظر إلى الإيه؟ أيوة، طيلسان العباءة أو الحلية، أيوة، انظر إلى الموضوع، انظر إلى الإيه؟ انظر إلى الموضوع. امرؤ القيس يا اخواننا، امرؤ القيس مشهور طبعا ومعروف، وريادته في الشعر الجاهلي معروفة، يعني حتى كتب بعض الناس وبعض العلماء احصوا اولياته في الشعر العربي، اولياته يعني الشيء التي كان هو اول من قال به ولم يقلها احد قبله، سموها ايه؟ ها، اوليات امرئ القيس، سموها ايه؟ اولياته، يعني الاشياء التي ابتكرها في اللغه على غير مثال سبق، على غير مثال سبق، فقالوا لم يقل احد قبله وبيضه خدر لا يرام خباؤها، بيضه خدر دي من مبتكرات امرئ القيس، ايوه، لم يقل احد قبله نؤم الضحى لم تنطق عن تفضلي، لم يقل أحد قبله وليل كموج البحر، دي لم يقل أحد قبله مكر مكر مفر مقبل مدبر معا كجلمود صخر حطه السيل من علي. تفوق امرئ القيس في الشعر معروف، بيضة خدر كناية عن المرأة، كناية عن المرأة، أيوة، كناية عن المرأة
كانت كناية عن المرأة تشبه بالبيضة، وربنا قال وصفهم بذلك كأنهن بيض إيه؟ مكنون، نساء الجنة كأنهن بيض مكنون. لكن امرئ القيس قال بيضة خدر، بيضة إيه؟ لا تغادر خدرها، ليست خراجة ولاجة كما يقولون، لا تغادر خدرها، وبيضة إيه؟ وبيضة خدر لا يرام خباؤها، وبيضة خدر لا يرام إيه؟ أيوة لا يرام خباؤها. أيوة اللي بعدها نؤوم الضحى، نؤوم الضحى، نؤوم الضحى يعني أنها مرفهة، كناية عن أنها إيه؟ مرفهة، تنام لا لا مخدومة، عندها خدم، ولذلك تنام إلى وقت الضحى لأنها تعتمد في حاجة البيت على الخدم، ولا تقوم هي بالعمل بنفسها. تمام؟ أيوة. فامرؤ القيس له كما قلت له في الشعر أشياء تفرد بها، ولذلك النقاد حكموا وشهدوا له أنه أمير الشعراء، أنه إيه؟ أمير الشعراء، وأنه حامل لواء الشعر، حامل لواء الإيه؟ الشعر. وعلى الرغم من ذلك الخطابي يقول لك لا يغرنك ذلك، فتحكم له على علقمة، فتحكم له على إيه؟ وامرأته كانت أستاذة في هذا، وضربت مثلا متميزا في هذا، فحكمت لعلقمة على زوجها، قالوا إنه تزوجها بعده، يعني بعدما طلقها امرؤ القيس تزوجها مين؟ فسمي علقمة الفحل، فسمي إيه؟ فسمي علقمة الفحل. نعم. يعني حسبنا هذا، نكتفي به، ونسأل الله سبحانه وتعالى القبول والتوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.